بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الحادي عشر. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله: على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: ألقيت عليك محبة مني. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله لأن فيها إثبات صفات من صفات الله عز وجل. ففي الآيات الأولى إثبات اليدين له سبحانه وتعالى، وفي الآيات التي بعدها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وفي الآيات التي بعدها إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. فهي آيات من كتاب الله تتضمن إثبات صفات الله عز وجل، وهي صفات متعددة. ففي ذلك رد على المعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته ويؤولون ذلك بغير معناه الحقيقي. ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لإبليس. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وكرمه وميزه على غيره بأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى، علمه الأسماء كلها وتفوق على الملائكة حينما أجاب عن أسماء الأشياء، قال: يا آدم علمهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فتميز آدم عليه الصلاة والسلام بهاتين الميزتين العظيمتين: ميزة أن الله خلقه بيده بما خلقت بيدي، وميزة العلم حيث امتاز على الملائكة بما علمه الله سبحانه وتعالى، وبذلك ظهر فضله. فأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم إكراما له وطاعة لله سبحانه وتعالى، فإن الله إذا أمر بشيء وجب أن يطاع ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى. هذا شأن العبد، أن يطيع ربه فيما أمره به ولا يعترض. فالملائكة امتثلوا أمر الله
فسجد الملائكة كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد وعصى أمر الله، وبين أن الذي حمله على الامتناع أنه أفضل من آدم، أنه أفضل من آدم، لأن الله خلقه من نار، خلق آدم من طين، وبزعمه وقياسه الباطل أن النار أحسن من الطين، فهو رد أمر الله بالقياس الفاسد. ومن المعلوم أن الله إذا أمر بأمر أمر أن يطاع وأن يبادر بطاعته بدون اعتراض، حتى ولو كان القياس صحيحا، مع أن القياس هذا باطل، فإن الطين أفضل من النار، لأن النار محرقة ومتلفة، أما الطين فإنه ينبت الأشياء الطيبة، ينبت الأشياء الطيبة من جميع أصناف النبات، فالله جعل فيه خيرا. أما النار فإنها من شأنها الإتلاف فقط ولا تنتج، خلاف الطين فإنه ينتج خيرات كثيرة، هذا من ناحية القياس. فليست النار أفضل من الطين، مع أن الأمر ليس أمر قياس، الأمر أمر طاعة وامتثال، ولا يعارض أمر الله جل وعلا بالقياسات، ولا قياس مع نص. فحمله الكبر والحسد، حمله الكبر والحسد لآدم أن امتنع وعصى الله سبحانه وتعالى، فنتج عن ذلك أن الله عاقبه وأخزاه وطرده من رحمته ولعنه وجعله قوادا لكل شر ولكل خبيث بسبب معصيته لأمر الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية قوله لما خلقت بيدي، قد أثبت الله لنفسه اليدين وأنه خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، فهذه ميزة لآدم على غيره من المخلوقات. فمنها أخذ أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله عز وجل، وقالت الجهمية ومن نحى نحوهم من الفرق الضالة إن اليدين هنا المراد بهما القدرة، اليد يراد بها القدرة أو النعمة، ما خلقت بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي، وهذا جواب باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك لم يكن لآدم مزية على أحد حتى ولا على إبليس، لأن إبليس أيضا خلقه الله بقدرته، وكل المخلوقات خلقها الله بقدرته، فكان لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بقدرتك بيديك يعني بقدرتك، هذا تأويل باطل، فيه فرق بين خلق آدم وخلق غيره، فجميع المخلوقات خلقت بقدرة الله وأمره سبحانه وتعالى وإرادته، وآدم اختص لأن الله خلقه بيديه الكريمتين جل وعلا. وأما تأويلها بالنعمة فهذا أيضا باطل، لأنه لو قيل لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، فهل الله ليس له إلا نعمتان فقط، أو أن جميع النعم من الله سبحانه وتعالى؟ الله له النعم كلها، هو المنعم لجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، ليس له إلا نعمتان فقط كما يقوله هؤلاء. فهذا التأويل باطل ظاهر البطلان، الحمد لله. وفي الآية إثبات اليدين حقيقة لله سبحانه وتعالى، قد أثبت الله لنفسه اليدين وأثبت له الكف، أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الكف، وأثبت له الأصابع، وأثبت له اليمين، كما قال الله سبحانه والسماوات مطويات بيمينه، كل هذه ألفاظ تدل على إثبات اليدين بمتصرفاتها من الأصابع والكف واليمين، فلا مجال للتأويل هنا، فهما يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى، ولكن ليستا كيدي المخلوق، ليستا كيدي المخلوق، لأن صفات الله جل وعلا لا تشبهها صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيفية اليدين لا نعلم كيفيتها، لا يعلم ذلك إلا الله كسائر صفاته سبحانه. أما حقيقة اليدين فهما ثابتتان له سبحانه وتعالى، وخلق بهما آدم. وفي الأثر أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء، فنثبت ذلك لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقال سبحانه وتعالى بل يداه
مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان. هذا رد على اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال اليهود، وفي رواية أن الذي قال ذلك منهم رجل يقال له فنحاص قال إن الله فقير حتى يقترض منا، فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. واليهود إنما أرادوا بذلك تكذيب القرآن والاعتراض على القرآن، وإلا فهم يعلمون أن لله يدين سبحانه وتعالى، لأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بما جاء في التوراة من صفات الله عز وجل، فهم يعلمون هذا، ولكنهم أرادوا بهذا السخرية من القرآن والاعتراض على القرآن لأجل أن يروجوا على الناس تكذيب القرآن، فهم قالوا هذا وهم يعلمون أنه كلام كفر وكلام باطل، لكن حملهم على ذلك أنهم أرادوا تكذيب القرآن أمام الناس. والحسد والعياذ بالله يحمل الإنسان على الكفر وعلى المعاصي وعلى الإلحاد، هذا الذي حمله، وإلا فهم أهل علم يعلمون أن لله يدين سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله غني ليس بفقير، يعلمون هذا، وإنما قصدهم من هذا الاعتراض على القرآن أمام الناس كشأن المضللين دائما وأبدا. فأهل الضلال وإن كانوا يعلمون الحق إلا أنهم يقولون بخلافه لأغراض لهم ومصالح لهم يقدمونها على الحق والعياذ بالله. فالله جل وعلا رد عليهم بقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود قالوا يد الله مغلولة، يريدون بذلك أن الله بخيل، فالبخيل يقال إن يده مقبوضة ومغلولة عن الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا نهي عن البخل، ولا تبسطها كل البسط، هذا نهي عن الإسراف، فتقعد مذموما مخذولا. قال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. غل اليد يراد به إيثاقها بالحبل والغل، ويراد به أيضا البخل، ومراد اليهود هنا بقولهم يد الله مغلولة المعنى الثاني، أي أن الله بخيل، تعالى الله عما يقولون، يد الله مغلولة أي بخيل. غلت أيديهم، قال الله جل وعلا غلت أيديهم، يحتمل أن المراد وصفهم بالبخل، غلت أيديهم يعني بخلوا، وجعل البخل من صفاتهم، فهذا رد من الله عليهم بأن هذه صفتهم هم، صفتهم البخل. فلا تجد يهوديا وإن كان من أغنى الناس إلا وهو أبخل الناس، هذه طبيعة اليهود البخل، وهذا شيء معروف عنهم في كل زمان وفي كل مكان أن اليهود بخلاء دائما وأبدا. ويحتمل أن المراد غل أيديهم بالأسر، وأن هذا وعيد من الله أنه سينصر المسلمين عليهم وستغل أيديهم بالوثاق والأسر، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يصفدون بالأغلال، في الآخرة يصفدون بالأغلال، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه أن الكفار في يوم الآخرة يصفدون بالأغلال، تغل أيديهم إلى أعناقهم والعياذ بالله تعذيبا لهم. فالآية تشتمل على المعنيين، على الغل المعنوي وهو البخل، والغل الحقيقي وهو الوثاق بالأغلال في الدنيا وفي الآخرة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، فهم يغلون يوم القيامة والعياذ بالله، ويقادون إلى النار وهم مصفدون. ولعنوا بما قالوا، طردهم الله من رحمته، بما قالوا يعني بسبب قولهم هذا، طردهم الله من رحمته بسبب قولهم هذا القول الشنيع على الله سبحانه وتعالى، لأنه مسبة لله وتنقص لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يلعن من عصاه ومن استكبر عن طاعته ومن تجرأ عليه ووصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى، فإن الله يلعنه ويطرده ويبعده من رحمته
ولعنوا بما قالوا، ثم أثبت لنفسه سبحانه وتعالى اليدين، وأثبت لنفسه الكرم والجود والعطاء، بل يداه أي يدي الله سبحانه وتعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهو سبحانه وتعالى دائم الإنفاق، يده سحاء الليل والنهار، كل الأرزاق والعطاءات كلها من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وهذا لا يغيظ خزائنه سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان أي أنه سبحانه وتعالى بسط يديه بالعطاء والإنفاق الذي لا حد له ولا وصف له، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا يمنعه من ذلك مانع سبحانه وتعالى. فالآية فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، يدان حقيقيتان يليقان بجلاله، وفيهما إثبات غناه سبحانه وكرمه وجوده وعطاءه لعباده، وأنه يعطي بلا حد سبحانه وتعالى، ويرزق من يشاء بغير حساب، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا، بل لله خزائن السماوات والأرض كلها له سبحانه وتعالى. نعم. أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه الآية فيها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. لما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى الكفار والمنافقين، أمره الله أن يقابل ذلك بالصبر، والصبر لغة الحبس، الصبر لغة الحبس، وهو ثلاثة أنواع: حبس النفس عن الجزع والتشكي، وحبس اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب، وحبس اللسان عن الكلام القبيح الذي فيه التسخط والجزع والنياحة. فالصبر حبس هذه الأشياء: حبس النفس، وحبس اللسان، وحبس الجوارح أمام قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. الإنسان يصبر على ما يصيبه من قضاء الله وقدره، وإذا كان ما أصابه من ذلك في سبيل الله والدعوة إلى الله فإنه يصبر على ذلك ولا يجزع ولا يتوقف عن فعل الخير، بل يستمر مع الصبر لحكم ربك. الحكم يراد به الحكم القضائي القدري، ويراد به الحكم الشرعي، والآية شاملة للاثنين، أي يصبر لحكم الله القضائي القدري ولحكم الله الشرعي الديني. فحكم الله القدري يتعلق بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، وحكم الله الشرعي يتعلق بأمره ونهيه سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يصبر للحكم القضائي والحكم الشرعي، اصبر لحكم ربك أي القضائي والشرعي. فإنك بأعيننا، هذا تعليل للأمر، فإنك أي لأنك، هذا إخبار من الله لنبيه أن الله يراه، أن الله يراه ويرى ما يتعرض له من الأذى، فليس غائبا عن نظر الله سبحانه وتعالى ورؤيته له، وسينصره، هذا وعد له بالنصر والتأييد، لكن قد يتأخر، فعليه أن يصبر، يتأخر لحكمة من الله، فعليه أن يصبر ولا ييأس. فإنك بأعيننا يعني بمرأ منا، ففيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وإنما قال بأعيننا بالجمع لأجل ضمير الجمع، أعيننا، لأن هذه جماعة، فمن باب المشاكلة جمعت الأعين لمشاكلة الضمير، ضمير الجمع بأعيننا، إذ لا يناسب أن يقال بعيننا أو بعينينا، لا يناسب هذا من الناحية اللغوية. والقرآن جاء
اللغة العربية الفصحى، ومن عادة العرب أنهم إذا أضافوا إلى الجمع يجمعون المضاف، يجمعون المضاف أو يفردونه، تارة يفردونه ليعم ولتصنع على عين، هذا مفرد لكنه يراد به العينين، وقد يجمع يعيننا لأجل المشاكلة، لأجل المشاكلة بين اللفظين. والمراد أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المسيح الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فلو كان لله عينا واحدة تعالى الله عن ذلك لكان أعور، والنبي صلى الله عليه وسلم نزه ربه عن ذلك فقال إن ربكم ليس بأعور، فدل على أنه سبحانه وتعالى له عينان لا عين واحدة، هذا في الصحيحين. وجاء في حديث آخر أن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يقوم بين عيني الرحمن فلا يلتفت وهو في صلاته، فإنه إذا التفت فإن الله جل وعلا يقول إلى أين، إلى خير مني، إلى خير مني، فإذا أعرض عن الله أعرض الله عنه في صلاته. فالحاصل أن فيها إثبات العينين لله عز وجل، وإن جاء بلفظ الجمع فهو من أجل المشاكلة، من أجل ضمير الجمع الذي أضيفت إليه. نعم. وحملناه على ذاتها الواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه مثل الآية التي قبلها، يقول الله جل وعلا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه أي نوحا عليه الصلاة والسلام، حمله الله ومن معه في السفينة على ذات ألواح جمع لوح وهو معروف، اللوح من الخشب، ودسر يعني مسامير جمع دسار وهو المسمار، فالسفينة عبارة عن ألواح من الخشب مسمرة بالمسامير، صنعها نوح عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. ولما جاء الغرق والطوفان الذي عم أهل الأرض وغطى الجبال أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا ابنه الذي تخلف عن الركوب وكان مع الكافرين. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث إنه أغرق أهل الأرض كلهم ونجى الله عبده ونبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه ومن أمره الله بحملهم في السفينة، ولم يبقى إلا من في السفينة، لم يبقى على وجه الأرض إلا من في السفينة. ثم هبطت السفينة بعدما انتهى قضاء الله قدره في أهل الأرض، استوت على الجودي وهبط نوح ومن معه، عمروا الأرض بعد ذلك وانتشروا فيها. ولهذا يسمى نوح عليه الصلاة والسلام يسمى أبا البشرية الثاني، أبا البشرية الثاني، لأن الأب الأول هو نوح، هو آدم عليه الصلاة والسلام. ثم لما هلك أهل الأرض بالطوفان ما بقي إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، ومنهم انتشر أهل الأرض. حملناه على ذات ألواح ودسر، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا، تجري. ولهذا يسمى نوح عليه الصلاة والسلام يسمى أبا البشرية الثاني، أبا البشرية الثاني، لأن الأب الأول هو نوح، هو آدم عليه الصلاة والسلام. ثم لما هلك أهل الأرض بالطوفان ما بقي إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، ومنهم انتشر أهل الأرض. حملناه على ذات ألواح ودسر، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا، تجري يعني تسير فوق الماء، تسير السفينة فوق الماء الذي وصفه الله بأنه كالجبال، موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، فهي تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أجراها وهو الذي حفظها وهو الذي دبرها سبحانه وتعالى، وهو يراها جل وعلا ويبصرها ولا تخفى عليه، تجري بأعيننا، مثل قوله تعالى: فإنك بأعيننا، جمع الأعين لمناسبة ضمير الجمع،
لأنه أضافه إلى ضمير الجمع، فمن أجل المشاكلة جمع الأعين تجري بأعيننا جزاء، هذا مفعول لأجله، لمن كان كفر وهو نوح عليه الصلاة والسلام جازاه الله بالنجاة هو ومن معه جزاء له على ما قام به من طاعة الله عز وجل وتبليغ رسالته ودعوته إلى الله عز وجل، نجاه الله ومن معه جزاء له، وهذا جزاء الله لكل من عمل مثل عمل نوح عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله ينجيه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أنه إذا نزل العذاب فإن الله ينجي أهل طاعته دائما وأبدا جزاء لمن كان كفر. الشاهد من الآية أن فيها إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وهما عينان يليقان بجلال الله وعظمته ليستا كعيني المخلوق. نعم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذا يقوله الله لكليمه ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه، يقول وألقيت عليك محبة مني، جعل الله المحبة له وهو صغير، وهو صغير من حين ما رأته امرأة فرعون حينما أخرج من التابوت وقع حبه في قلبها وقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكل من رآه وقع حبه في قلبه لأن الله ألقى له المحبة، وألقيت عليك محبة مني لأن الله يحبه، ومن أحبه الله وضع له المحبة في الأرض، فلما كان الله يحب موسى عليه الصلاة والسلام وضع محبته بين الناس، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى، كما أن الله إذا أبغض عبدا من عباده وضع بغضه في قلوب الناس، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإذا أحبهم الله حببهم إلى الناس، ومن أبغضه الله بغضه إلى الناس. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي لتربى، تصنع معناها تربى وتغذى على عيني، أي بمرأى مني من الله سبحانه وتعالى، يرى هذا الطفل الصغير ويسخر له من يربيه التربية الحسنة ويغذيه التغذية الطيبة حتى من عدوه فرعون، لأن موسى عليه السلام تربى في بيت عدوه فرعون يغذيه وينعم عليه، هذا من الله سبحانه وتعالى. ولتصنع أي تربى على عيني، أي على مرأى مني ونظر مني، وهذا يقتضي العناية من الله جل وعلا بعبده وكليمه موسى. وهنا أفرد العين على عيني لأن المضاف إليه مفرد، الضمير مفرد، فأفرد المضاف على عيني، والمراد عيني بالتثنية، لأن المفرد إذا أضيف يعم ما هو أكثر من واحد، اثنين أو أكثر، فلا يتنافى هذا مع الآيات السابقة. وفي الآيات كلها، الآية التي في قصة محمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، والآية التي في قصة نوح عليه الصلاة والسلام تجري بأعيننا، والآية التي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولتصنع على عيني، كلها تدل على إثبات العينين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية أو هذه السورة أو الآيات من أول السورة نزلت في قصة أوس بن الصامت رضي الله عنه، أخي عبادة بن الصامت، أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت، لما ظاهر من زوجته غضب عليها وقال لها أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار في الجاهلية وفي أول الإسلام طلاقا، فإذا ظاهر الرجل من امرأته حرمت عليه وصارت مطلقة منه، فلما وقعت هذه القصة على من أوس بن الصامت على زوجه خولة بنت ثعلبة
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له القصة وأن أوسا ظاهر منها وأن لها أولادا صغارا وهي تعلم أن الظهار فراق والفراق يشق عليها وعلى أولادها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تجد حلا لهذه المشكلة، وقالت إن لدي أولادا صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فجعلت تردد وتشتكي إلى الله، تردد قولها إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، ثم تقول في ختام كلامها أشكو إلى الله حالتي، وتكرر هذا. فبينما هي كذلك أنزل الله على رسوله في الحال هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم ذكر سبحانه الحكم الشرعي والفتوى التي فيها الفرج: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إلى آخر الآيات. فحول الله جل وعلا الظهار من كونه طلاقا إلى كونه يمينا مكفرة، حوله من كونه طلاقا إلى كونه يمينا مكفرة، وأمر أوس بن الصامت أن يكفر عن الظهار وأن تكون امرأته وأولادها عنده. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، فصار الظهار يمينا مكفرة والحمد لله، ولا يكون طلاقا ولا تحرم به الزوجة. هذا حاصل القصة. والشاهد منها قوله قد سمع الله، فيها إثبات السمع لله عز وجل، وأنه سمع صوت هذه المرأة من فوق سبع سماوات وأنزل لها الحل الشافية. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في آخر الحجرة ولا أسمع كلام المرأة، والله قد سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فصارت هذه المرأة خولة بنت ثعلبة لها فضل ولها قدر عند الصحابة، ويقولون لها هذه التي سمع الله شكواها، هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فكانوا يعظمونها ويجلونها ويكرمونها رضي الله عنها. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه أنه يسمع، جاء بلفظ الماضي قد سمع الله، وجاء بلفظ المضارع والله يسمع تحاوركما، تحاور الذي بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه، وهي تقول أشكو إلى الله، فهي تحاور الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يسمع ذلك كله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع سميع بصير. فذكر ذلك بلفظ الماضي وبلفظ المضارع وبالصفة المشبهة سميع، يعني اسم الفاعل أو الصفة المشبهة سميع بصير، فدل على أنه سمع حقيقي لا دخل للمجاز والتأويل فيه، أنه سمع حقيقي وأن الله يسمع سماعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية، سمع ويسمع وهو سميع سبحانه وتعالى على معناه اللغوي الحقيقي الذي لا يقبل التأويل والتحريف. والسمع يقولون على أربعة أنواع: تارة يراد به سماع الأصوات، إدراك الأصوات، مثل ما في هذه الآيات سمع الله، وهو سماع الفهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، يعني يفهمون؟ لا يفهمون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، ليس معناهم أنهم صم، ولكن معناه أنهم لا يفهمون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام تسمع الأصوات لكنها لا تفهم المعاني، الكفار مثل الأنعام يسمعون الأصوات ولكنهم لا يفهمون المعاني، لأنهم لا يريدون الفهم، لا يريدون الفهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل معناه أنهم كانوا صم في الدنيا؟ لا، معناه أنهم ما كانوا يفهمون. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ليس معناه أنهم لا يدركون الأصوات، بل يدركونها، ولكنهم لا يلقون بالا لمعانيها ولا يتفهمونها، لأنهم لا يؤمنون بها ولا يريدون فهمها، فلذلك صاروا لا يسمعون. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يسمعون بآذانهم لكن لا يفهمون بقلوبهم. هذا النوع الثاني، سماع الفهم ويتعلق بالمعاني. الثالث سماع الإجابة، سماع الإجابة، ومنه قولنا في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي استجاب. فليس المراد هنا سماع الصوت فقط، بل المراد الإجابة، ولهذا عداه باللام، عداه باللام لمن حمده. الرابع سماع الانقياد، سماع الانقياد والقبول، ومنه قوله تعالى: وفيكم سماعون له، يعني في المؤمنين أناس منهم لكنهم يسمعون كلام المنافقين وينقادون له ويتأثرون به، مع أنهم مؤمنون ولكن كلام المنافقين يؤثر فيهم، فهم ينقادون لكلام المنافقين ويتأثرون به. فالسماع، فالسمع على أربعة أنواع: إدراك الصوت، إدراك المعنى، الإجابة، الانقياد والقبول. والمراد من الآية النوع الأول، المراد من الآية هي السماع الذي يتعلق بالأصوات، أن الله جل وعلا يسمع الأصوات خفيها وجليها، ظاهرها وخفية، يعلم السر وأخفى، فهو جل وعلا يسمع جميع الأصوات وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. وإن كانت سرا، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، الله يسمع السر ويسمع النجوى جل وعلا، يعني يسمع الكلام الظاهر ويسمع الكلام الخفي والهمس، اسمعه سبحانه وتعالى. نعم. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه الآية التي سبق الإشارة إليها، وهو أن اليهود لما سمعوا قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أرادوا أن يعترضوا على القرآن ويكذبوه أمام الناس، وإلا هم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى غني، فقال قائلهم: إن الله فقير يطلب منا القرض. هذا سخرية بالقرآن والعياذ بالله. فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وجاء في الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل مدرسة من مدارس اليهود، فوجد فيها رجلا يقال له فنحاص من علمائهم، فدعاه إلى الإسلام. أبو بكر الصديق دعا فنحاصا إلى الإسلام وقال: إنك تعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، فلماذا لا تسلم؟ فقال: كيف أسلم وفي القرآن أن الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا لا يليق بالله، هذا معناه أن الله فقير ونحن أغنياء. فضربه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه حتى آلمه جدا، وقال: والله لولا العهد الذي بيننا وبينكم لا ضربت عنقك يا عدو الله. ثم إن اليهودي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أبا بكر الصديق، فلما حضر أبو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت فعلت هذا؟ قال: نعم، اسأله عما قال. فأنكر اليهودي أنه قال شيئا، وبينما هو ينكر إذ أنزل الله هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فصدق أبا بكر رضي الله عنه وكذب اليهودي وفضحه وأخزاه. لقد سمع الله، هذه مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلون. سمع الله كلام هذا اليهودي الذي دار بينه وبين الصديق رضي الله عنه، وأراد أن يجحده ويكتمه، ولكن الله فضحه. قد سمع الله، هذه شهادة من الله جل وعلا لإثبات ما قاله أبو بكر الصديق: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الشاهد من الآية أن فيها إثبات السمع لله جل وعلا، وأنه يسمع القول الذي يقال في الأرض ولا يخفى عليه. نعم. يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هل يحسب الكفار الذين إذا خلوا
هل يحسب الكفار الذين إذا خلوا مع بعضهم يتكلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته ويقولون الأقوال الكفرية ويظنون أنه أن الله لا يسمع قولهم ولا يكتب ما يصدر منهم، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ السر معروف والكلام الخفي، والنجوى هي الكلام الظاهر الذي يتناجى به الحاضرون يناجي بعضهم بعضا. قال جل وعلا: بلى. هذا جواب للنفي، جواب للنفي، أي بلى نحن نسمع. وأيضا رسلنا وهم الملائكة الحفظة لديهم يكتبون ما يصدر منهم، فالله قد أحاط بهم ولا مجال لإنكارهم وتنصلهم مما يقولون، لأن الله يشهد بذلك والملائكة تكتبه عليهم. بلى ورسلنا يعني الملائكة الحفظة لديهم يكتبون ما يصدر منهم، فهم مضبوطون ومحفوظون، لا مجال لتخلصهم من أقوالهم وأفعالهم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يشمل الكلام السري والكلام الجهري. ولهذا بدأ بالسري، أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بدأ بالسري لأنه أهم وأدق. نعم. إنني معكما أسمع وأرى، هذا من مخاطبة الله جل وعلا لنبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، هذه معية إحاطة وإعانة ونصر وتوفيق، فهي معية خاصة. المعية على قسمين كما يأتي: معية عامة لجميع الخلق، بمعنى أن الله محيط بهم يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم وسيجازيهم على ذلك، هذه إحاطة عامة للكافر والمسلم. والنوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بمعنى النصر والتأييد والتوفيق. ومنها معية الله لموسى وهارون في هذه الآية: إنني معكما، هذه معية خاصة، معكما بعلمي وإحاطتي، أسمع ما يقوله فرعون وأرى ما يفعله فرعون، ومعنى ذلك أنه لا خوف عليكما وأنا معكما أسمع وأرى، فسأنصركما وأؤيدكما عليه. فالشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه الرؤية والبصر سبحانه وتعالى. نعم. لم يعلم بأن الله يرى، هذه نزلت في قصة أبي جهل، أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي الذي تجبر وعصى وطغى حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، سماه أبا جهل، ووصفه بأنه فرعون هذه الأمة، أبو جهل فرعون هذه الأمة والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي عند البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي عند البيت، وقريش يجتمعون في دار الندوة شمالي الكعبة، فلما رآه أبو جهل يأتي ويصلي غاضه ذلك، اغتاظ من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلاته عند البيت، فتوعده وقال: لئن عاد وصلى عند البيت لأرضن رأسه بصخرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على عادته، ولم يعبأ بوعيد أبي جهل، جاء ليصلي على عادته عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو جهل بصخرة ليرض بها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم تراجع على قفاه، تراجع عدو الله على قفاه وتفهقر ورهب وخاف، فسئل عن ذلك فقال: لقد حال بيني وبينه فحل، يعني جمل، حال بيني وبينه فحل فاغر فاه، ووصفه بوصف مهول وأنه يريد أن يلتقمه، فعند ذلك تقهقر ورجع. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى يعني أبا جهل، عبدا إذا صلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى، أن الله يرى يعني يرى
فعله وقوله وتصرفه وسينتقم منه. هل يظن أن محمدا متروك له يفعل فيه ما يشاء؟ هل يظن هذا أن محمدا متروك له يفعل فيه وينفذ فيه ما يشاء ويطرده عن بيت الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، يعني نادي قريش المجتمع لينصروه ويخلصوه من عذاب الله عز وجل. سندعو الزبانية، وش مقابل الزبانية؟ مقابل الآدميين. الزبانية ملائكة، ملائكة العذاب والعياذ بالله. هل يقابلهم البشر كلهم؟ فكيف يقابلهم نادي قريش؟ سندعو الزبانية. ثم قال لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا حفظ من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأمره أن يسجد وأن يقترب إلى ربه، يعني يتقرب إليه، وأنه لا خوف عليه من عدوه. فهذا تأمين من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قرب من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذته الزبانية جهارا أمام الناس. سندعو الزبانية، ففيها إثبات أن الله يرى، يعني يبصر سبحانه وتعالى، يبصر ما يفعله أعداؤه ويبصر ما يفعله أولياؤه. فهو يبصر محمدا صلى الله عليه وسلم وما يفعل من طاعته والدعوة إليه، ويرى ما يصنعه أبو جهل وأضرابه من الكفر والشرك، وسيجازي كلا بعمله. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني تقوم في الصلاة وحدك، حين تقوم تصلي وحدك في ليل أو نهار، في بيتك أو خارج بيتك. وتقلبك في الساجدين يعني صلاتك مع الجماعة. فهو يراك إذا صليت منفردا، ويراك إذا صليت مع الجماعة. إنه هو السميع العليم. الشاهد من الآية إثبات الرؤية لله عز وجل، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم وصف نفسه بأنه هو السميع العليم، وصف نفسه بالسمع والعلم جل وعلا. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا أمر من الله جل وعلا لعباده بأن يعملوا، أن يعملوا الطاعات والقربات والصدقات. فإن ذلك لا يخفى، هذا العمل لا يخفى على الله جل وعلا. فالله يرى ما يعمله عباده من الخير والشر وسيجازيهم عليه. ورسوله أيضا يرى هذا، يرى العمل الذي يظهرونه من الصدقات والصلوات والطاعات. الرسول يرى ما يقع عليه بصره عليه الصلاة والسلام. والمؤمنون أيضا يرون ذلك. فالمسألة ليست بالدعاوى، أن الإنسان يدعي أنه يعمل، وأنه لو عمل أي شيء فإنه سيظهر، سيظهر في مرأى الله جل وعلا، وفي مرأى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي مرأى المؤمنين يرون هذا. فالشاهد من الآية قوله: فسيرى الله عملكم، يعني ما تعملونه من جميع الأعمال لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. وأيضا هذا يشهد به الخلق، يشهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد به المؤمنون من عباده في الحياة وبعد الموت. فقد ورد أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر بما فيها من الخير ويسوءه ما فيها من أو يكدر عليه صلى الله عليه وسلم ما فيها من مخالفات. وكذلك ورد أنها تعرض أعمال العباد على أقربائهم من الأموات، فيسرون بالأعمال الطيبة ويستاءون من الأعمال السيئة. فالآية فيها أن أعمال الناس تظهر للخالق وللمخلوقين وتشتهر، ولا داعي إلى أن الإنسان يدعي لنفسه أنه يعمل وأنه يقول وأنه كذا وكذا، ما له داعي هذا. الناس يشوفون الخير ويشوفون الشر، والناس يذكرون ما يرون من خير أو شر، ويثنون على أهل الخير ويذمون أهل الشر. فعلى الإنسان أن يحسن أعماله ويصلح أعماله لئلا يظهر بمظهر الشر ومظهر المخالفة والمعاصي.
شاهد من الآية قوله فسيرى الله عملكم، فيها إثبات أن الله يرى سبحانه وتعالى، يرى الأعمال كلها ولا تخفى عليه. نعم يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أليس المراد بقوله عملت أيدينا أي قدرتنا، وأن هناك فرق بين هذه الآية وآية خلق آدم؟ عملت أيدينا غير خلقت بيدي، عملت أيدينا هذه جمع أيدي، وأما الآية ففيها خلقت بيدي، فيها تثنية، ففرق بين هذا وهذا. خلقت بيدي هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما عملت أيدينا فيحتمل عدة معاني، ففي فرق بين عملت أيدينا بالجمع وعملت خلقت بيدي بالتثنية، هذا لا يحتمل المجاز ولا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم، بينما عملت أيدينا يحتمل. نعم، مثل قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ليس المراد بالأيدي هنا اليدين، المراد بالأيدي القوة، المراد بالأيدي القوة، ولذلك ما فيه ما قال الأيد معناها القوة، وأيدناه بروحنا، أيدناه يعني قويناه، والسماء بنيناها بأيد، ليس المراد باليدين الصفة، وإنما المراد بالأيد هنا القوة، بنيناها بقوة. نعم، من الأيد وهو القوة. نعم، التراب الذي ورد أنه قبضة من جميع تراب الأرض، من جميع أنواع التراب من الأرض، ولذلك جاء الخلق مختلفا، جاء بنو آدم مختلفين لاختلاف التراب الذي خلقوا منه، فهو قبضة من جميع أجزاء الأرض، والله قادر على كل شيء. نعم، فضيلة الشيخ، إن الله خلق آدم عليه السلام بيده، والله كيف خلق الجن بيده أم بقدرته؟ وما الفرق بين خلق الإنس والجن والأنعام والنعم والأفعال؟ كل الخلق خلقوا بأمره سبحانه وتعالى، خلقوا بأمره وإرادته وتقديره ومشيئته، كل الخلق، أما آدم فخلقه بيده سبحانه وتعالى خاصة. نعم، فضيلة الشيخ، أرجو توضيح حديث إن المصلي يصلي بين عين الله، فما المقصود بالعين هنا؟ هل هي بمعنى رفعة من الله أم هي من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى؟ في شك إنها بالمرأة والصفات الذاتية، عيني الله حقيقتين وبمرآه سبحانه وتعالى هو يراه. نعم، فضيلة الشيخ، جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فنرجو منكم توضيح ذلك. هذا سبق في شرح كتاب التوحيد، هي آخر شرح كتاب التوحيد، في أن كلتا يدي الرب سبحانه وتعالى يمين، جاء وصف الأخرى بالشمال، ولكن الشمال يمينا، تكون يمينا أيضا، فهي شمال ولكنها يمين بالنسبة لله سبحانه وتعالى. نعم، فضيلة الشيخ، هل تراعى المرأة من زوجها كأن تقول لزوجها أنت حرام علي كأبي أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي، فمن العلماء من يقول هذا لا حكم له، ولا، لأن الظهار خاص بالرجال ولا يترتب على هذا شيء، ومنهم من يقول هذا ظهار مثل ظهار الرجل، يكون عليها كفارة مثل كفارة الرجل، عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا، لعموم الآية. والقول الثالث وهو الصحيح أن هذا يعتبر يمينا فيه كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام، كفارته كفارة يمين، هذا هو أصح. نعم، فضيلة الشيخ، لم يأتي القرآن الكريم نص فيه تثنية لعين الرحمن سبحانه وتعالى؟ هذا ورد في الصحيح، أنا ذكرت هذا في الدرس، ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فمعناه أن له عينين سبحانه وتعالى، لأن غير الأعور هو من له عينان. نعم، فضيلة الشيخ،
بالنسبة لقول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فنسأل الله بقوله تعالى عملت أيدينا هذا أجبنا عنها هذه أجبنا عنها يا أول لك صلى الله عليه وسلم جعلوا بأعمال أمته كما يقول الصوفية أن الذكر صراط على الرسول يعني ذكره واحتفاله بالموجود فالرسول صلى الله عليه وسلم جعلوا بأعمال أمته كما يقول الصوفية أن الذكر صراط على الرسول يعني ذكرهم واحتفاله بالموجود المولد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بنفسه وإنما يبلغ الرسول يبلغ بهذا يبلغ بأعمال أمته والمولد عمل سيء ومعصية فهو يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضى عنه لا يرضى عنه لأنه لم يأمر به ولم يشرعه لأمته لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم بذلك في نفسه إنما يعرض هذا عليه ويبلغ به عليه الصلاة والسلام نعم أنه إذا قال الإنسان لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية أن القارئ يخفض بها صوته كل رأي في ذلك يخفض بها صوته ما ورد هذا ما ورد أنه يخفض بها صوته الله أنزل القرآن وأمر بتلاوته ولم يحدد إن بعضه يسر به وبعضه يجهر به بل أمر بتلاوته وأطلق سبحانه وتعالى والجهر والإسرار هذا بحسب الأحوال وبحسب المصالح فيجهر الإنسان إذا لم يترتب على جهره مضار ويسر إذا ترتب على الجهر شيء من الأضرار كأن يؤذي من حوله أو يشوش على من حوله الجهر والإسرار بحسب الأحوال ولكن أن يخص بعض الآيات بأنها تقرأ سراً هذا ما ورد وإن قال به السيوط كل قول يحتاج إلى دليل نعم يقصد الشباب يخفض صوته الآيات بشيء ما ورد هذا ما ورد أنه يخفض صوته بشيء من القرآن إنما يكون التخفيض بسبب من الأسباب إذا كان يتأذى به أحد أو يشوش على أحد نعم فضيلة الشيخ هل يجوز لمن اسمه هشام أن يسمي والده عمرو وبما تنصحونه مش المانع ما في مانع يسمي إذا صار اسمه هشام يسمي ولده عمرو لا في شيء يعني لا يقال عمرو بن هشام يوافق اسمه بجهل ما يضر هذا الأسماء ما تضر فضيلة الشيخ كيف نجمع بين أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبين دخول آدم الجنة ورؤيته الجنة لا خاص دخول آدم الجنة أمر خاص على أن الجنة التي دخلها آدم مختلف فيها هل هي جنة الخلد أو هي جنة أخرى الله أعلم بها لكن هذا يعتبر من خصائص آدم عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرباب النساء فسعد لنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو القابض الباسط المساعد فهل نصح الله المساعد هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأول الكلام هو الخافض الباسط المسعر معناه إن غلى الأسعار ورخصها بأمر الله سبحانه وتعالى وليس من أسماء الله المسعر وإنما من أسمائه الخافض الباسط نعم لكن هو قال المسعر جوابا لهم لما قالوا سعر قالوا غلى السعر يا رسول الله هذا جواب لهم نعم فضيلة الشيخ إذا دخل المسجد ورحت جماعة وقد قلت المغرب أي صلاة المغرب هل الأفضل أن نصلي جماعة أم منفردين؟ نعم إذا دخل المسجد ورحت جماعة وقد قلت المغرب أي صلاة المغرب هل الأفضل أن نصلي جماعة أم منفردين؟ لا تصلون جماعة إذا فاتتكم الصلاة مع الإمام فتصلون جماعة ولا تصلون منفردين ما يجوز هذا لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا وهو يجد الجماعة نعم قضية الشيخ قال الله تعالى في سورة نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا هل نقول قال الله تعالى أو نقول قال تعالى على لسان نوح كلاهما جائز هو كل كلام الله سبحانه وتعالى وإذا قلت قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إذا قلت قال الله تعالى حكاية عن نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم أيضا جائز هذا كله جائز وكل كلام الله نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه